ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وزي الفل وعال العال. تعرف اكتر ما يحزنني في كام صيف فاتوا، يعني الصيف ده واللي قبله واللي قبله، انه في موجة استعراضية مذهلة جدا عند الناس البني ادمين، عاوزين طول الوقت يثبتوا انه انا معايا فلوس كتير والفلوس ما بتهمنيش في حاجة. معاك فلوس كتير ربنا يرزقك، ربنا يزيدك، الفلوس ما بتهمكش في حاجة. مفهوم الفلوس مجرد يعني ايه؟ وسيلة وليست غاية، وسيلة تسهل عليك حياتك بس. احنا ملناش اي دعوة على الاطلاق انت اشتريت العربية دي بكام، او ان انت بتصيف بتأجر شاليه ولا شقة ولا كابينة بكام وفين، امر لا يعنينا في شيء، ولا يعنينا على الاطلاق انت بتدفع قد ايه في الغداء، ولا يعنينا على الاطلاق انت شاري العربية بكام، ولا يعنينا على الإطلاق أنت لابس لبس سعره يساوي قد إيه، ولا يعنيني على الإطلاق أن أنا أشوف عيال صغيرين قد عيالي قاعدين بيتكلموا أنا بصرف في اليوم كذا وأنا بصرف في اليوم كذا. السؤال إيه الهدف من ورا ده؟ في حد هيجي يقول لي عيال صغيرة ومراهقين؟ لا، القصة أبعد من كده، لأنه أصبح في حالة استعراض حقيقية لبعض الناس في بعض الأماكن بأنا معايا فلوس قد إيه، وكأن القيمة بتاعة الحياة أو قيمته هو تنحصر في قدرته على الإنفاق أكتر، أو قدرته على أنه يبرز قد إيه أنه هو معاه فلوس. هنا تعرف على طول أن ده شخص عديم القيمة على الإطلاق، وعنده عقدة دونية شديدة جدا، لأنه مش شايف في نفسه أي شيء مميز غير أنه يتكلم عن فلوسه أو يستعرض فلوسه. أدي حاجة. الحاجة التانية وهي الأسخم الحقيقة، أنه نص الناس اللي بتقول كده معهاش فلوس ولا حاجة، ده هي بتعمل كده عاوزة تبريتند، عاوزة تدي انطباع أن عندها فلوس، لأن هم شايفين أنه لو ادى الانطباع ده الناس ممكن تحترمه أو تنظر له بنظرة مختلفة، ودي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا جدا. لو احنا ما فرملناش العيال الصغيرين عن النوع ده من الاستعراض، ولو احنا ما فرملناش نفسنا، لانه خلي بالك في بعض الناس بقى اللي في الجيل بتاعي هم كمان ماشيين في سكة الاستعراض ده، يعني انا ما بفهمش ان واحد مثلا يروح يشتري 7-8-9 عربيات كلهم غاليين زيادة عن اللزوم، ويروح يحطهم في مكان ويسيب الناس تقعد تصورهم، وشوفوا عربيات فلان وشوفوا عربيات ترتان. انا مش فاهم احنا مالنا. انا مش هقدر اقول لك هو انت اشتريت العربيات دي كلها بتعمل بيها ايه، اصلا مش معقول تكون انت بتركب كل العربيات دي كل يوم او بتنزل بعربيه كل يوم في الاسبوع، يعني حاله سيئه جدا. تفكرك كده بالناس للاسف الشديد بعد الحرب العالميه الاولى، كان في حاجه كده يسموهم اغنياء الحرب، لو طول الوقت بيتمنظر بانه عنده فلوس. وكان في فيلم مشهور جدا اسمه السوق السوداء لو تعرفوه، يعني كان فيلم كده اتعمل ابيض واسود زمان، وكان يمكن شويه بيعلق على ده، على انه ده نمط اجتماعي كارثي جدا، ناس ما تفهمش جابت فلوسها ازاي وبتصرفها ازاي، وطول الوقت شايفه ان القيمه هي فلوس. الجمله او المصطلحين اللي تم اختراعهم خلال 4-5 سنين فاتوا، الساحل الطيب والساحل الشرير، ده ماساه. ماساه. انا بظن انه المكان الوحيد دلوقتي اللي فيه شكل طبيعي لأسرة مصرية بتتبسط وبتستمتع الأب والأم والعيال والإخوات والقرايب مع بعض، أنا بكلمك بمنتهى الأمانة والله العظيم، هي العالمين الجديدة، لأن هي المكان اللي تقدر تتمشى فيه دون تكلفة، المكان اللي تقدر تقعد تاكل فيه حاجة وتشرب فيه حاجة بأسعار عادية أو عادية باعتبارها عادية المصيف. طول عمرنا عارفين أن المصيف بيبقى أغلى شوية من المدينة أو المكان اللي احنا عايشين فيه طول السنة. والله لو فلان من اسكندرية، فلان من القاهرة، فلان من الغربية، فلان من الشرقية إلى آخره، والله هيروح يصيف فهو عارف أن في ميزانية للمصيف بتبقى أعلى شوية، لكن مش أعلى بشكل مبالغ فيه لدرجة الاستهجان. أنا بكلمك بجد، في العالمين بتلاقيه والله في أماكن لكل الناس، عندك فلوس كتير ومستعد تصرف موجود، عندك أنت طبقة متوسطة موجود إلى آخره، يعني في النهاية فعلا مش هزار، ده من ضمن الحاجات اللي مفرحاني بالعالمين بجانب حاجات كتير، يعني مش بقولك ده بس على مهرجان العالمين، العالم عالمين 2023 اللي هو فعلا شيء رائع وجميل، وأثبت لنا أن احنا نقدر نخلي مصر وجهة للسياحة الإقليمية
بتاعت الإقليم كله ووجهة للسياحة العالمية، بدليل إن إحنا بدأنا نشوف ناس أوروبيين وأمريكان موجودين في العالمين الجديدة، بنشوف جنسيات عربية كتير ما كانوش بيهتموا بفكرة التصيف في منطقة الساحل الشمالي أصبحوا موجودين في العالمين الجديدة، مصريين من كل المحافظات موجودين في العالمين الجديدة، فده إنجاز في حد ذاته. أشوف إنها المكان اللي تقدر تصيف فيه أيا كانت ميزانيتك، ده إنجاز في حد ذاته. لما تيجي تشوف إنه كمان السياسة أو أنظار السياسة أصبحت تتجه إلى العالمين الجديدة، فتجد أن هناك قمة مرتقبة على سبيل المثال هي قمة مصرية أردنية فلسطينية هتبقى في العالمين الجديدة، تحولت العالمين خد بالك إلى قبلة عربية بشكل عام. هنا خليني أخد معانا على التليفون دكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية والمستشار السابق لجامعة الدول العربية. ازيك يا دكتور؟ مساء الفل يا فندم، مساء الفل على حضرتك، ربنا يخليك يا دكتور حامد. يمكن كنت بتكلم على كيف أصبحت العالمين أيضا محط أنظار القرار السياسي إقليمي كان وعربي أو حتى دولي، وده هياخدنا طبعا بعدها على طول إن احنا عايزين نعرف ماذا من قمة عربية مرتقبة بإذن الله سبحانه وتعالى مصر والأردن وفلسطين في العالمين. طبعا كما حضرتك أكدت معالي النائب أن العالمين بالفعل هي أصبحت قبلة للعالم العربي، أصبحت هي رؤية حقيقية يتم بلورتها الآن داخل هذه المدينة الساحرة، أصبح هي القلب النابض للمنطقة العربية. يعني حتى قبل انعقاد هذه القمة غدا كان في زيارات متعاقبة في العام الماضي، كانت القمة أو اللقاء الأخوي الخماسي اللي جمع الكثير من الصدى العرب في مدينة العالمين، وكان ليا الشرف التواجد مع حضرتك. وأيضا كان في يعني قمم متتالية، سواء اللقاء الذي جمع فخامة الرئيس السيسي بالأمير محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وأيضا العاهل البحريني، ودي دلالة كبيرة على أن هناك زخما عربيا، وأيضا هناك يعني أصبحت العالمين هي الرؤية الاستراتيجية والقبلة التي تتواجد فيها كل القادة العرب. صحيح. طيب ماذا عن القمة المرتقبة دكتور؟ توقعاتك لهذه القمة، أسبابها، توقيتها بالمناسبة؟ طبعا هي قمة مهمة جدا بتؤكد على أن هناك خيارا استراتيجيا واضحا تسعى إليه القيادات الثلاث المصرية والأردنية والفلسطينية، يعني على اعتبار أن هذه القمة عقدت في سبتمبر في العام 2021 وأيضا عقدت في يناير الماضي في 2023، وبالتالي أرى أن هذه القمة هي قمة البحث عن آليات لكيفية دعم القضية الفلسطينية، وأيضا بتعطي رسالة تحذيرية واضحة للمجتمع الدولي من ضرورة التوحد لإيجاد أو لإنقاذ السلام في المنطقة، وأيضا دلالة على أن مصر هي صاحبة القضية الفلسطينية وتتحرك في إطار تكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يجد يعني بعد جديد ويعيد إطلاق المفاوضات المتوقفة بين الجانبين منذ العام 2014، وأيضا العمل وبشكل كبير على مجابهة التحديات اللي بتواجه القضية الفلسطينية في ظل اتخاذ الحكومة الحالية إلى إجراءات الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى إجراءات أحادية الجانب، أكدت يعني على أن هناك رغبة لوعد القضية الفلسطينية وعدم تحقيق مبدأ السلام سواء فيما يخص الاستيطان أو أيضا مصادرة الأراضي، هدم المنازل والتهجير القسري، وأيضا مشاركة الأردن في هذه القمة هي دلالة على يعني الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأنه لابد من تنفيذ مبادرة السلام العربية وإقرار السلام فيما يخص إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. طب تعتقد يا دكتور أنه مصر بتدفع بالقضية الفلسطينية مرة أخرى على المشهد العالمي، خصوصا أنه العالم على ما يبدو أصبح منشغل، في جزء منه منشغل بالحرب الروسية الأوكرانية، جزء آخر من العالم أصبح منه حتى أوروبا منشغل بما حدث في النيجر، أيضا جزء آخر من العالم منشغل بالتوترات ما بين الصين وتايوان وما بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، فإن مصر بتدفع بالقضية العربية أو قضية الصراع العربي الفلسطيني على المشهد العالمي مرة أخرى من خلال قمة العالمين المرتقبة؟ ما شاء الله عليك يا معالي النائب، طبعا كل اللي حضرتك قلته هو حقيقي على واقع الأرض، العالم أصبح منشغل بشكل كبير جدا على كافة المستويات،
نرى ان الحرب الروسيه الاوكرانيه جعلت الغرب والاداره الامريكيه يعني يدورين ظهرهم للقضيه الفلسطينيه، واصبح اهتمامهم والشغل الشاغل بالحرب بين روسيا واوكرانيا، وايضا الحرب البارده مع الصين، وايضا الصراعات في القاره الافريقيه. وبالتالي لعبت الدوره المصريه ومنذ التولي الرئيس السيسي سده الحكم في العام 2014 الى عوده القضيه الفلسطينيه مره اخرى الى سده المشهد الدولي. القياده السياسيه المصريه لم تترك محفل دولي الا وتحركت فيه من اجل جعل القضيه الفلسطينيه على سدة المشهد الدولي مرة أخرى، خاصة بعد الإجراءات اللي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب باعتبار القدس هي عاصمة إسرائيل، وأيضا غلق السفارة. ومنذ هذه الخطوة سعت الدولة المصرية إلى حشد الجهود سواء أوروبيا أو مع الأقطاب الدولية الأخرى أو حتى مع الإدارة الأمريكية لكي تتحرك على كافة المستويات لعودة القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى بؤرة الاهتمام العربي. وده اللي أكد من خلال عقد الكثير من القمم، سواء القمة العربية الأمريكية اللي عقدت في الرياض وكانت أولى البنود الخاصة بها هي ضرورة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وأيضا القمة العربية الصينية والتي عقدت أيضا في الشقيقة السعودية وأكدت على ذات المعنى. وبالتالي التحرك في كافة المحاور هو الشغل الشاغل للدولة المصرية حتى مع الدول الكبرى، سواء فرنسا سواء ألمانيا سواء إيطاليا، كلها علاقات بتسعى الدولة المصرية من خلالها لخدمة القضية الفلسطينية. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور. ألف شكر دكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية والمستشار السابق لجامعة الدول العربية. قبل الفاصل تعالى كده نقعد نفكر في مصطلح باللغة الإنجليزية اسمه placement أو كلمة، هي معناها التموضع. طب لو حطيت قبلها كلمة political سياسي يبقى التموضع السياسي. أنا عايزك تركز على الخط بتاع مصر فيما يتعلق بالتموضع السياسي للمدن المصرية. اعتدنا فيما اعتدناه يبقى القاهرة ده طبيعي العاصمة. بعد شوية احنا بدأنا نشوف القاهرة هي ليها وضعيتها السياسية المعروفة تاريخيا، ده طبيعة الحال عاصمة جمهورية مصر العربية. بس كمان تيجي تشوف انه جوه شرم الشيخ تجد لقاءات سياسية رفيعة المستوى، قمم كبرى، حاجة زي كوب 27 او لقاءات ما بين الزعماء والقادة عرب كانوا او افارقة. نفس القصة هتلاقي انه ده بيحصل كان في العاصمة الادارية، ايضا العاصمة الادارية الجديدة، وده تموضع سياسي اخر وهو انك تخلي العالم ينظر إلى يرى العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق اجتماعات هامة وكبرى، لقاءات القادة والزعماء مع فخامة الرئيس، وبالتالي أنت بتسحب أنظار العالم إلى هذه المدينة الجديدة الكبرى اللي هي العاصمة الإدارية الجديدة. ثم خدنا بالنا من الصيف اللي فات لو كنت تتذكر، ويمكن ده ذكره دكتور حامد فارس، أنه اتعمل عملية تموضع سياسي أو political placement لمدينة أخرى ألا وهي العالمين الجديدة، فأصبح هناك اللقاءات الأخوية اللي كانت بتجمع فخامة الرئيس مع أشقاء من القادة والزعماء العرب في العالمين الجديدة، ده تكرر تاني الصيف ده، ثم وصولا إلى قمة مرتقبة ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأردن و فلسطين المحتلة. فهنا ده اسمه تموضع سياسي للمدن، لكن في نفس الوقت ركز على الخط البياني بتاع التموضع السياسي بتاع مصر بشكل عام. مصر كانت فين قبل 2014 سياسيا؟ ما بين غضبة عامة من العالم، أغلب أصحاب هذه الغضبة والمروجين لها والدافعين لها هم من الدول أو من العواصم اللي كان من بينها عواصم صنع قرار هي عندها تأييد أو دعم أو دفع لتنظيم الإخوان المسلمين حتى يصل إلى الحكم، ولما فشل وصولهم للحكم ب 30/6 ثم 3/7 فبدأوا يشتغلوا على أنها تبقى غضبة على 2014 على الرئيس المصري الذي تولى هذه المهمة شديدة الصعوبة بدءا من 2014 وحتى هذه اللحظة. ثم تيجي تشوف بقى الخط البياني بقى عامل ازاي، من عالم كله واقف ضدك وبيحاربك ومش عاوز يتعامل معاك وبيتخانق معاك، إلى عالم أصبح مش هقولك بيخطب ودك، بعض الدول أصبحت عندها علاقات شديدة القوة والمتانة ما بينك وما بينها، أصبحت بتعمل معها تصنيع عسكري مشترك، دول أخرى أصبحت بتعمل معها مشروعات عملاقة، استثمارات كبرى بتحصل في كل حتة في مصر باستثمارات أجنبية، منها اللي بيتعمل شرقا ومنها اللي بيتعمل غربا. أنا بتكلم على مصر مش بتكلم على أوروبا شرقها أو غربها. تجد أن مصر حملت على كتفها دورها الرئيسي في
القضية العربية والصراع العربي الصهيوني في المنطقة، وأصبحت هي رمانة الميزان وصاحبة الكلمة الفصل، بدليل أنه حتى البيت الأبيض أي السلطة الأكبر سياسيا في العالم أصبحت بتثني على الإجراءات والخطوات المصرية، بل أنه أصبح البيت الأبيض يتصل بقصر الاتحادية، يتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة لبحث هذه الأمور معاه، مش مع أي حد تاني في العالم فيما يتعلق على سبيل المثال بفلسطين. تجد أنه الخط البياني المصري استطاع ان هو يهدئ من وتيره الاحتدام اللي كان حاصل في ليبيا، لو تفتكر الخط الاحمر سرت والجفره، ده على سبيل المثال. تجد العلاقات المصريه التونسيه في افضل احوالها، تجد العلاقات المصريه الافريقيه بعد مقاطعه افريقيه طويلة واقعية وحقيقية، تعود إفريقيا إلى الحاضنة المصرية وتعود مصر إلى الحاضنة الإفريقية بامتياز غير مسبوق، ما شفناهوش تقريبا من 40 سنة قبل سنة 2019. ظن الكل انه خلاص مصر خسرت افريقيا، لكن الحقيقة ما حصلش، بل بالعكس، وتولينا وقتها المهمة ممثلة في شخص الرئيس وفي صفته كرئيس للاتحاد في سنة 2019 بالإجماع مش بالأغلبية، وده برضو من ضمن الحوادث اللي انت لازم تنظر إليها بإمعان وبهدوء كده وتقعد تفكر فيها. ده الخط البياني السياسي المصري، علاقة مصر بموسكو، علاقة مصر بواشنطن، علاقة مصر بباريس، علاقة مصر بروما، علاقة مصر ببكين، علاقة مصر بكل العواصم المتعلقة أو القادرة على صنع قرار دولي حقيقي، علاقة شديدة التميز والحفاظ على هذه العلاقات على نفس المستوى. طيب مش بس كده، طب وتصفير خلافات مصر مع أي قوة موجودة، صفرت خلافاتها، بل إنه مصر ساعدت كمان على تصفير مشاكل المنطقة. ده اللي أنا بس عايز أقوله لك، لو بنتكلم على حاجة اسمها political placement، political placement أو تموضع سياسي لمدن مصرية، وأنا ما أظنش أن يمكن في حد اتكلم في ده قبل كده، بس مهم أنه حتى الباحثين السياسيين يقعدوا يفكروا في ده كويس، ويفكروا أكتر في مسألة التسويق السياسي لمصر، وإزاي مصر قدرت تسوق لنفسها سياسيا. طبعا ما بين قوسين ده بمنتهى البساطة نظرا لنزاهة الموقف المصري، نظرا إلى شفافية الموقف المصري من أي قضية إقليمية كانت أو دولية. فهنا حصل تموضع سياسي مختلف تماما لمصر عما كانت عليه قبل 2014. فكر في الكلام كويس، دور ورايا إن أردت، وأرجوك اعمل كده، وفي النهاية خد النتيجة وحطها حلقة في ودنك، أنت الكسبان. فاصل ونكمل الكلام. اهلا 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 اهلا. طب بص، انا في المطلق مع فكرة انه المرأة تقدر تعمل اي حاجة واي شغلانة، وانا من الناس اللي ما بتفهمش اصل في حاجات الستات ما ينفعش تشتغلها. زي ايه؟ ده بالتجربة لقينا انه الستات بيقدروا يشتغلوا اي حاجة. يعني مثلا اظن انه زمان كنا نقول مثلا ايه، يا راجل في ست برضو هتشتغل حداد، في ست بتشتغل حداد، ويمكن احنا قابلناها وعملنا معاها تقرير وحاجات زي كده مثلا، يعني تشتغل حداد، فالست ينفع تشتغل اي حاجة. تعال بقى اكلمك على امينة. امينة هي اول مديرة مباريات مصرية، فين بقى؟ في كاس العالم للسيدات. اي أمينة، اي كابتن أمينة، كاس العالم للسيدات. يا نهار ابيض. طب انا بس عندي سؤال، عشان انت عارف انا مش بتاع كوره قوي، هو مدير مباريات اللي هو بيعمل ايه بقى؟ ده سؤال. لكن غير كده برافو يا كابتن أمينة، اول مديره مباريات مصريه في كاس العالم للسيدات. كابتن أمينة قاسم، ازيك؟ اهلا زي حضرتك، والف مبروك. الو، بقولك والف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ميرسي. اول مديره مباريات مصريه، صح كده؟ صح كده. طب السؤال بقى اللي احنا بنسال نفسنا فيه، معلش اعذريني برضو، هو يعني ايه مدير مباريات؟ مدير المباراه ده بيبقى هو شخص مسؤول، يعني بيبقى تبع اداره المسابقات، سواء الاتحاد الافريقي، الاتحاد الدولي، او اي حاجه، وبيبقى مسؤول عن يعني كل ما هو يتعلق بالمباراة من ساعة ما الفرق بتوصل الملعب لغاية لما الماتش بيخلص، وبعدها بيبقى فيه شغل برضو وتقارير وحاجات كده بتتعمل، من ساعة بقى خروج الفرق من الفندق بتاعها علشان توصل
لازم ننسق مع مثلا التلفزيون، في مثلا في المباريات الكبيره بيبقى الفرق بتتصور بهليكوبتر، أيوة. لازم نبعت لهم هيوصلوا امتى بالظبط، اول ما بيوصلوا لازم نكون احنا في انتظارهم، وبنشيك على اللعيبه في اوض اللبس الاسامي الكيت بتاعهم اللي هو هيلعبوا بايه، ان كل حاجه تبع للوايح، احنا مفيش اي لخبطه. وغير كده اهم بقى في اهم مرحله او اهم فقره في شغل مدير المباراه هم الساعه اللي قبل الماتش بالظبط، ان كله يمشي بالتوقيت مظبوط، التسخين يبقى في الميعاد مظبوط. في كاس العالم يعني او في اي بطوله مهمه بيبقى اهم حاجه عندنا ان احنا نبتدي الماتش، الماتش الساعه 8 ابتدي 8 0 0 0 يعني ما نتاخرش ولا ثانيه، عشان الساتلايت، عشان التلفزيون، عشان شركات الراعي، عشان اعلانات، عشان كل حاجه. دي ده مدير المباريات، ده واضح انها مهنه صعبه جدا ومهمه جدا 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 جدا. هي صعبه بس يعني للي بيحبها، يعني انا دي حاجه انا شغوفه جدا بيها من زمان، الكوره عامه يعني، والشغل بالذات في الملعب ده حاجه من اكتر الحاجات اللي بحبها في شغلنا عامه يعني. فهي صعبه وستريسفل جدا طبعا، بيبقى الواحد مضغوط جدا عصبيا، بس في نفس الوقت لما يعني اول ما الماتش بيبتدي او وبيمشي كويس بسلاسه وبيخلص وكده الواحد بيحس باتشيفمنت جميل. بداتي ده امتى يا كابتن امير؟ والله هو انا اصلا بشتغل في الاتحاد الافريقي لكره القدم هنا في مصر بقالي 16 سنه. ماشي. وبعدين كنت بشتغل يعني بشتغل كده كده بعمل بطولات كتيره مع الكاف. حلو. وبقالي كذا سنه بطلع مع الفيفا بجانب شغل، يعني بطلع مره في السنه مثلا او حاجه في كؤوس العالم للسيدات تحت 17 تحت 20 وكاس العالم للسيدات يعني السينيور يعني برضو. وبقالي بس سنه يعني السنه اللي فاتت كانت اول سنه اطلع كمدير مباراه، قبل كده كنت ببقى زي مساعد مدير مباراه. السنه اللي فاتت طلعت في كاس العالم تحت 20 في كوستاريكا، والسنه دي بقى كان في استراليا طبعا زي ما حضرتك عارف، كنت ماسكه مدينه ملبن. كل مدير مباراه بيبقى ماسك مدينه، مسؤول هو عن كل المباريات اللي بتتلعب في هذه المدينه. انا كنت في ملبن في استراليا. فانت كنت مسؤوله ملبن بالظبط. يا نهار ابيض، موضوع كبير، موضوع كبير، موضوع كبير جدا، بس برافو، ده شيء رائع. اولا لان انا اكتشفت مهنه انا ما كنتش عندي فكره عنها يعني، فاعذريني برضو. ومن ناحيه تانية لا ده انا فرحان بيكي قوي. ربنا يخليك. هو في حاجات كتير قوي بتحصل ورا الكواليس، صحيح، مباريات الناس ما تعرفهاش. ايوه، مين فينا كان يقعد يفكر ان في حد بيدير كل المشهد اللي احنا بنشوفه، وبعدين مش بس على مستوى مباراه، لا يعني كنت بتديري على مستوى مدينه كبيره زي ملبورن، فده هدك يعني، صداع حقيقي مش هزار. هو صداع، وفي نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك حاجه بيبقى الواحد مبسوط بيها. طب ايه 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 الطموح اللي جاي؟ الطموح اللي جاي نطلع مدير مباراه في كاس عالم الرجاله مش كمان يعني. ايوه صح، لانه ينفع. ينفع. لا ما في ناس يعني في كاس العالم اللي فات في قطر كان في اثنين سيدات مديرين مباراه برضو، هم مش من مصر، كانوا يعني من دول تانية. أوكي. بس عملوها قبل كده، فلو طموحي انا ده طموحي اللي جاي. ايوه، احنا عايزين كاس العالم اللي جاي تبقي موجوده فيه، تبقي مديره المباريات، وبعدين تبقي في المدينه الرئيسيه بقى. ان شاء الله. والله قدها وقدود، قدها وقدود. والله انا ببقى فرحان وببقى عندي طموح كده كان انا اللي هبقى مدير يعني، بس والله مش بهزر، ببقى سعيد جدا لما بلاقي اولا حد مصري هو اللي بيعمل ده، والحاجه الثانيه لما الاقي سيده مصريه هي اللي بتقوم بده، فده بيهدم بقى ايه كل الحاجات القديمه البائده بتاعت اصل مش كل الشغل ينفع للستات. دي جمله كارثيه الحقيقه. هو اوريدي الكره النسائيه عامه يعني ابتدت تاخد، ما هو برضو ده كان من الحاجات اللي بيقولوا ان هي ما تنفعش زمان مثلا، وكانت لو مش ما حدش هيقعد يتفرج على ماتش كره نسائيه عشان بيبقى المستوى مش قد كده، بس دي حاجه حاليا في طور التغيير يعني. ان بيبقى في ماتشات فعلا بتبقى يعني ماتشات بتبقى الناس يعني هناك في ملبورن مثلا، الماتشات كلها الست مباريات اللي انا عملتهم كان الاستاد متقفل فيه 28,000 بني ادم في كل الماتشات. ما شاء الله. هم مدينه بتحب الرياضه كده كده، وفي نفس حتى لو يعني حتى لو مدينه الدوله النظيفه ما بتلعبش، انما الناس كانت مهتمه جدا بالبطوله نفسها، فدي حاجه جديده. هو ينفع ست تبقى هي رئيس الاتحاد الدولي؟ ولا في لائحه تمنع ده؟ يعني ما فيش حاجه في اللائحه تمنع؟
لا الله يحفظك، حاجة تانية. إذن التارجت بتاعك اللي جاي الاتحاد. والله. طب نخلص كأس العالم اللي جاي الأول. لا جاية إن شاء الله، جاية مفيش حاجة بعيدة على ربنا، جاية. أنا بشكرك جدا على المكالمة، وإحنا بنكلمك عشان نقول لك ألف مبروك وبرافو ورفع راسنا، ده بجد. وإن شاء الله إن شاء الله في كأس العالم هتبقي مديرة مباريات، وإن شاء الله في يوم من الأيام يا رب أشوفك رئيس اتحاد دولي. ربنا يخليك. ونباهي بيك العالم حقيقي يعني. مرسي جدا. مرسي. أشكرك يا كابتن أمينة. أنا كل الشكر ليكي، كل الشكر ليكي كابتن أمينة قاسم، أول مديرة مباريات مصرية في كأس العالم للسيدات بالاتحاد الدولي لكرة القدم. اشتغلت قبل كده في كأس العالم في استراليا في ملبورن، وهتشتغل إن شاء الله بقى في كأس العالم الكبير جدا اللي هو المونديال يا رب إن شاء الله. طيب هل مصر ممكن تتوقف عن العمل، تتوقف عن الإنجاز، تتوقف عن الحلم؟ ما هو من غير ما هنحلم مش هنعمل حاجة. يعني أي حاجة في حياتك هي لازم الأول تبدأ بحلم. طفل صغير بيحلم يبقى طبيب، بيحلم يبقى مهندس، بيحلم يبقى طيار، بيحلم يبقى ضابط، بيحلم يبقى مذيع، بيحلم يبقى لعيب كورة، بيحلم يبقى ممثل، ده حلم وبيفضل يجري وراه. فما بالك بالدول، هي كمان الدول ليها أحلام وليها طموحات. طيب وما بالك بمصر العظيمة العريقة، البلد اللي هو أكبر وأقدم وأهم بلد من حيث حضارته وتاريخه وتراثه في العالم. طيب وهل مصر تستحق أنها تكون نمرة واحد على الدنيا؟ طبعا تستحق، ونص على الدنيا. أنا مش بكلمك بقى على المحيط الإقليمي أو القاري أو لا لا لا، على الدنيا. ومصر تمتلك هذه المقومات. فبدأنا نحلم من 2014، أنه لو تفتكر الرئيس قال مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، وإحنا ماشيين في الخط ده وما بعدناش عنه، وبنخلص حلم ونحققه ونخش على الحلم التاني. طيب قرارات العلاج على سبيل المثال، هل أنت كنت تتصور أنه في وقت من الأوقات انه واحنا بنقضي على الطوابير بتاعه قوائم الانتظار وبنشتغل على ده، انه تخش في مرحله ما انك تدي قرار العلاج بفيديو كونفرنس؟ ما بقتش المساله انه روح يا سيد وتعالى يا سيد، واطلع الدور ال17 وانزل الدور السادس، وروح لمدام فلانه وروح لاستاذ فلان وكلم الدكتور علان اطلاق. المساله بقت اسهل من كده. في الملف الصحي بالتحديد أنا من الناس اللي بتشوف أنه مصر قطعت فيها شوط مهم 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 وكبير. وهقول لك أنه من ضمن الأشواط، من ضمن الأشواط كان العلاج على القضاء على فيروس سي على سبيل المثال، ده على سبيل المثال للحصر. وعندك بقى عشرات المبادرات اللي اتعملت، عندك ملايين الناس اللي اتعالجت على نفقة الدولة إلى آخره. قربنا جدا أن احنا نعلن أن هذا الوطن جمهورية مصر العربية خالية من فيروس سي الذي طالما فتك بأكباد المصريين لعشرات السنين. تعالوا ناخد معانا على التليفون دكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ. ازاي بدأنا ناخد القرارات بالفيديو كونفرنس يا دكتور؟ اهلا بحضرتك الاول. اهلا بحضرتك استاذ يوسف، واهلا بكل جمهورك الكريم. ربنا يخليك يا دكتور. بقى احنا دلوقتي بنستصدر قرارات العلاج عن طريق الفيديو كونفرنس؟ طبعا. ازاي؟ احكي لي. دي خطوة ايجابية الحقيقة. طبعا يعني لازم، يعني اسمح لي ان انا من خلال برنامج حضرتك اشكر دكتور خالد غفار وزير الصحه والسكان على هذه الخطوه الايجابيه، وعلى سرعه استجابته لطلبات الساده النواب في مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الحالي. في دور الانعقاد الحالي لجنه الصحه والسكان ولجنه التضامن ناقشنا في اكثر من جلسه الخطوات الخاصة بتسهيل إجراءات الحصول على قرارات نفقة الدولة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات المتكاملة لذوي الهمم. وكان من ضمن أهم الخطوات اللي احنا طرحناها أو الحلول اللي طرحناها هو التوسع في استخدام التحول الرقمي، ومن ضمنها ضمن هذه الحلول هو الفيديو كونفرنس، إن أنا أستخرج القرار عن طريق الفيديو كونفرنس، أوفر على المريض وعلى أهل المريض ومرافقيه الانتقال من محافظتهم سواء من أسيوط من إيه من الوادي الجديد إلى المجالس الطبية المتخصصة في القاهرة عشان يستصدر
القرار. هي. فأنا بشكر الوزير الحقيقة على هذه الخطوة، والحقيقة عشان نكون منصفين يعني زي ما احنا بننتقد السلبيات لازم نبرز الإيجابيات. وزارة الصحة الحقيقة من أكثر الوزارات اللي خدت خطوات في التحول الرقمي. كثير من خدمات وزارة الصحة دلوقتي بقى موجود على الموقع الخاص بوزارة الصحة، ففي خطوات إيجابية وصول كبير خدت وزارة الصحة في هذا المجال. هايل جدا. طب دكتور علي، يمكن ده هيخليني هاخد بعضي واستأذنك ان احنا نرجع لسنين طويلة فاتت. في ناس تيجي تقول والله يا جماعة احنا عايزين نشوف يا ترى هل مصر فعلا قطعت شوط كبير في ملف الصحة ولا لا. فانا هنا هسأل دكتور علي بما له من خبرة وبتاريخه هو في هذه المهنة العظيمة، يعني شايف ان مصر قطعت شوط قد ايه خلال الثمان او التسع سنين اللي فاتوا؟ كنا فين وبقينا فين زي ما بيتقال؟ احنا قطعنا شوط كبير جدا. يعني احنا زي ما حضرتك كنت لسه بتقول مبادرة القضاء على الفيروس سي دي لوحديها خطوة كبيرة ما كناش نحلم بيها، ما كناش نعلم ان مصر في وقت من الاوقات تبقى خالية من الفيروس سي. المبادرات الرئاسية الكثيرة، مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مبادرة القضاء على التقزم، مبادرة الكاش وبركة على سرطان الثدي، كل دي مبادرات رئاسية كان ليها دور إيجابي كبير جدا جدا في الفترة اللي فاتت. حتى أزمة كورونا اللي عصفت بالعالم كله، الحقيقة مصر أدارت الأزمة بصورة متميزة صح في ضوء إمكانياتنا مقارنة بالدول الأوروبية حتى مقارنة بالدول اللي جنبينا. فإحنا الحقيقة مصر في قطاع الصحة أخذت خطوات إيجابية كثيرة للأمام كبير جدا. ما ننساش منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بدينا نطبقها في بعض المحافظات مع الانتهاء مع منظومة التأمين الصحي الشامل اللي يشمل كل المحافظات، كل المصريين هيكونوا مغطيين تأمينيا بإذن الله. حاليا فقط 60% من المصريين هم اللي بيخضعوا للتأمين الصحي او اللي بنسميه التأمين الصحي الحالي او التأمين الاجتماعي. ايوه. وقرارات الراجع نفخ للدولة بتغطي 40% الباقي. والحقيقة الدولة لا تقصر اطلاقا في موضوع قرارات الراجع نفخ للدولة. احنا في الست شهور اللي فاتوا خدنا عملنا 1,800,000 قرار الراجع نفخ للدولة بتكلفة حوالي 9.5 مليار. رقم لازم الجميع يتوقف عنده. رقم والحقيقة برضو يعني لازم نشير إلى أن الدولة لا تدخل إطلاقا في مجال الصحة. يعني قرارات الراجع نفخ الدولة تشمل تدخلات جماعات مختلفة جدا، تغيير مفاصل، جراحات قلب مفتوح، وبتوفر أدوية مكلفة جدا، علاجات أمراض، علاجات زي علاجات علوم غير تقليدية. حتى لو وصل تكلفة العلاج 70-80,000 جنيه شهريا بيغطى بالكامل قرارات الدولة. صحيح صحيح صحيح. فكده مفيش مصري مش متغطي مش متوفر له خدمة طبية لائقة. لسه برضو قدامنا كتير، لكن احنا الحمد لله على الطريق الصحيح السليم. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ. لو انت جيت بصيت عزيز المواطن على معدل انفاق الدولة على الملف الصحي وتحديدا علاج، يعني مش بقولك على بس مسألة اجور الاطباء او الهيئات الطبية بشكل عام، العلاج بشكل مباشر، انت هتتخض من الارقام، هتتخض من الارقام لانها ارقام كلها ملياريه. ناهيك عن انه فالفلوس اخر حاجه، لكن انا عايزك تشوف هو معدل الرعايه الصحيه للمواطن المصري بقى عامل ازاي. يعني انا اقعد افكر معاك بصوت عالي، طب هو زمان ليه ما حدش فكر في مبادره لعلاج فيروس سي زمان؟ يعني قبل 2014 وقبل 2011، طب قبل 2008، طب قبل سنه 2000، اي حاجه يعني. مش حد فكر في الموضوع ليه؟ بالرغم انه جرايد كانت تكتب، سياسيين يقولوا، يعني ممكن تلاقي نائب في البرلمان تطلع منه كلمة كلام من ده،
بس كانت دايما ودن منطين ودن من عجين. فما بالك بدولة من 2014 ما سابت ركن ولا شبر إلا واشتغلت عليه في ظل كل اللي بيمر بينا، يمر بينا في العالم، يمر بينا داخلا. دولة كانت بتحارب الإرهاب وفي نفس الوقت بتبني، وفي نفس الوقت بتنمي، وفي نفس الوقت بتقضي على عشوائيات، وفي نفس الوقت بتبني مصانع ومدارس ومستشفيات، وبتعمل مبادرات صحية، وبتعمل مجمعات صناعية، وبتستصلح أراضي، بتوسع رقعة زراعية. ثم تحصل حروب كبيرة في العالم زي الحرب الروسية الأوكرانية، أو قبلها يحصل حاجة زي كورونا. بنحن نتكلم عن الصحة، في إثارة أو في جدل مثار بشدة على مستوى العالم حول أكبر إيرادات في تاريخ السينما العالمية، الفيلم بتاع باربي. الموافقة على عرض الفيلم الأمريكي باربي في مصر ودون تحديد التصنيف العمري بتاعه. فهنا أنا بفكر دايما باربي عروسة بتاعة أطفال أصلا، يعني وأنا صغير كانت أختي مريم بتلعب بعروسة باربي، نفسها تشتري بيت باربي، تشتري الفساتين بتاعة باربي وتلبسها لها. الجيل بتاعنا ده كان مهووس بباربي. أنا ما أعرفش الجيل الجديد ده مهووس بباربي برضو ولا لأ، بس يعني لا، أنا بنتي ما كانش عندها الهوس ده خالص، يعني ما كانش في دماغها قصة باربي ده على سبيل المثال. بس إيه مسألة الجدل المثار؟ خليني هنا أخد معايا على التليفون الناقد الفني البارز أستاذ خالد محمود. أهلا بيك يا أستاذ خالد. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. عامل إيه؟ كله تمام؟ مساء الورد. الحمد لله مساء حبيبي. السعادة. تمام. وأنا سعيد بحالة الرؤية المستنيرة اللي حضرتك عاملها في الحلقة. الله يخليك. العفو العفو. قدام كل الأفكار إياها يعني. ربنا يسترها علينا يا رب ويبعد عننا شرور الأفكار إياها. وأشكرك على وصفها بأفكار مستنيرة يعني أو رؤية مستنيرة، كتير عليا. أشكرك يا فندم. لا لا، ده حقيقة والله. الله يخليك. إيه قصة فيلم باربي؟ إيه الجدل؟ بص، العالم أصلا كان منتظر هذا الجزء من باربي، لأنه أولا هو في خلفيات عند الناس وفي حالة ارتباط بالبهجة والفرحة ووجدانيا بقصة باربي، لكن المرة دي هي طلعة كشخصية حقيقية. يعني في نقلة في الفكر السينمائي لهذه السلسلة، ومن خلال ممثلة بتحظى بحب الجمهور مارجو روبي. صحيح. لكن وحتى مرشحة للأوسكار. لكن عاوز أقول لك أنه قصة الأزمة بدأت من الأمريكان نفسهم، يعني في ناس اتعاملوا معاه بشق سياسي لصالح كسب مكاسب سياسية وإلى آخره، وفي ناس تجرب بأنه ضد القيم الأخلاقية، وفي ناس تجرب بأنه في شخصيات اتحولت في التحول اللي هو يعني من جنس لجنس آخر وبيمثلوا في الفيلم. لكن أنا عاوز أحيي القائمين على الرقابة في مصر، إن في بقى أصبح في كلمة بقى يعني استنارة في الرؤية والفكر، لأن الفن لازم يتخطى كل الحدود، ولازم الناس تشوف المنتج العالمي المبهر للعالم واللي قفز عن مليار و 300 ألف مليون مشاهد وإيرادات عظيمة جدا. لكن من المهم أن ده فيلم للأسرة، الناس تشوفه. وبعدين عاوز أقول لحضرتك أن الجمهور اللي هو مستهدف من هذا الفيلم ما بيقفش عند الأيديولوجيات دي. القاهرة لما تبقى فيها فيلم زي أوبنهايمر وفيلم زي باربي، انت ماشي في خط موازي للعالم. الجيل الجديد بقت عنده استنارة وعنده أفكار وعنده متابعات. اللي هو أقصد بالجيل اللي هو من 18 سنة 17 سنة فيما فوق، حتى بقت عنده أفكار. يعني أنا في فيلم أوبنهايمر اللي جنبي بقوا اولا 90% من الحضور في قاعه العرض شباب صغير. صحيح. ودي كانت بالنسبه لي حاله مفاجاه. ايه اللي يخلي فيلم سياسي زي ده يشوفه هذا الجيل من الشباب؟ لانه في تساؤلات، وفي بيسمعوا وبيتابعوا الميديا الغربيه وعايزين يشوفوا مين اللي صنع القنبله الذريه وحكايته ايه والى اخره. فنرجع تاني لباربي. الدول العربيه في الاول معظمها اتاثر ب ما كتب في الميديا الغربية من أنه في أخلاقيات
لا تتنامى مع اسر والى اخره، وكانوا بيراهنوا على انهم مش هيتعرضوا في العالم العربي او الشرق الاوسط. شويه شويه الامارات خدت قرار بعرضه، والسعوديه خدت قرار بعرضه، وعلى فكره ده مثل منحنى اخر حتى في الفكر السعودي باتجاه الفن. وبالتالي مصر كانت يمكن الدوله الثالثه او الرابعه اللي خدت قرار بعرض ودون تصنيف. انا عاوز اقول دون تصنيف لانه بقت في حاله وعي. الاطفال الصغيرين اللي هيحبوا الالوان ويحبوا البطله ويحبوا قصتها ويحبوا مغامرتها مش هيقفوا عند الافكار الثقيله اللي هي بتروج حوالين هذا الفيلم. وبعدين مساله الحريه في الافلام اصبحت قصدي في معالجه حتى التحول الجنسي او الشذوذ الجنسي او الاخلاقيات اللي هي ما تمشيش، ما كل ده اصبح امر واقع على الشاشات العالميه. حاله الوعي انك تتقبل ازاي الشخصيه، انك تستفيد من طموحها وارادتها، انك تستفيد من ان تغلبها على الياس وتدافع عن احلامها. احنا عاوزين هي دي الحاله اللي نخرج بها من السينما. بس اظن مهم قوي ان احنا نخلق توازن، يعني ما بين فجاجه الطرح وما بين فنيه الطرح. يعني انا مستعد، لو انا بكلمك عن نفسي وان كنت انا سعيد بانك وصفت البرنامج بانه في هناك رؤيه مستنيره، بس انا اهلا وسهلا بالرؤيه الفنيه بس بعيدا عن الفجاجه او الاقحام. يعني ما تقحمليش شخصيه معينه لمجرد انك انت تفرض لي قيمه انا مش قابلها، ما تقحمليش رؤيه فنيه معينه لمجرد فرض سلوك او فرض قيمه انا مش قابلها ومش هقبلها. صح ولا صحيح؟ إيه؟ لا صحيح، عندك حق. بس انا مش عاوز نشوف الاعمال بافكار مسبقه. صح، يعني مش انا معاك. عايز مساله الرفض. صح، وانت ما شفتش. صح، يعني كنت اتمنى ان نغير رؤيتنا في مثل هذه القضايا بشكل زي ما انا قلت. حوالين المطرب العالمي اللي اترفض دخوله، قلت لو في لجنه في نقابه الموسيقيين بتشوف وتتابع وتحط السي في لهذا الراجل تقدر تاخد قرارها باريحيه، هو ينفع يبقى عندنا ولا ما ينفعش. بالظبط، من البدايه قبل ما اخلق اي شكل من اشكال الجدل. بالظبط، انا عايز ده حتى يحصل في السينما، مش كنوع من الوصايا. صح، ولكن كنوع من جس نبض مصغر لما سيحدث من ردود افعال حوالين هذا العمل. إذا كنا عاوزين يعني زي ما حضرتك بتقول نحافظ على استراتيجية محددة في للمتلقي في تقبله مثل هذه النوعية من الأخلاق ولا لا. أنا مثلا بشوف مهرجان برلين، وده كان بالنسبة لي اندهاشة جدا. كل سنة في المهرجان بشوف فيلم أو اثنين شبه محاكمة لهتلر. أقصد أقول إن هم بس المرة دي عندهم فكرة أيديولوجي، إن هم عاوزين يكفروا مثلا عن خطاياهم السياسية اللي أحدثها هذا الهتلر تجاه فئات محددة واليهود وإلى آخره. في أيديولوجيات المهرجانات بقت فيها أفلام أبطالها عندهم علاقات شاذة من باب إنه دول أصبحوا جزء من العالم وعلينا أن نتقبل ذلك. إحنا لازم نفكر ونشوف لما يجي لنا فيلم فيه سامة إشكالية. أقصد أقول إن الرقابة مع لجنة زي مجلس شورى مصغر يقدروا يشوفوه ويشوفوا النوعية دي هتقدر تثير جدل أخلاقي وتقبل مجتمعي ولا لأ بدون شكل من الوصايا. أقدر أحلل الفيلم أو أحلل العمل أو أحلل المضامين قبل ما أخد القرار، بس بيبقى تحليل موضوعي. أنا بشكرك جدا 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 الكاتب والناقد الفني البارز والكبير الأستاذ خالد محمود. يعني هي مسألة إنه إحنا نفكر، يعني هقول لك على حاجة. فيلم أوبنهايمر على سبيل المثال، يعني أنا لسه ما شفتوش، وبالتالي مش قادر اخد قرار اذا كان الفيلم هيبقى حلو ولا وحش. وان كان ما بين قوسين انا متاكد تمام التاكد انه دي الرؤيه الامريكيه بالايديولوجي الامريكاني لمساله اوبنهايمر، المانيا الاصل الذي اخترع القنبله النوويه. هو لازم هيطلع لك اوبنهايمر ده كان ملاك، يعني خد بالك انا لسه ما شفتش الفيلم بس لازم هشوفه، ومش هقدر اقول رايي في الفيلم غير لما هشوفه. وان كنت متاكد ان هو رؤيه الأمريكان لهذا الرجل تحديدا، زي بالظبط رؤية الأمريكان
لمجريات وأحداث وتفاصيل الحرب العالمية الثانية اللي هي كلنا بنتفرج عليها بالرؤية الأمريكاني. طب ما تيجي تتفرج على الحرب العالمية الثانية بالرؤية الروسي مثلا. مين كم واحد فينا تعب نفسه وشاف الرؤية الروسي للحرب العالمية الثانية مثلا يعني؟ طب ما تيجي نشوف نتعب نفسنا ونشوف الحرب العالمية الثانية برؤية بولندي مثلا، أو برؤية إنسانية مش متعلقة بالأيديولوجية السياسية أو بطريقة التفكير السياسي. فهنا تأكد إنك هتشوف الحرب العالمية الثانية بمنظور تاني خالص خالص. ودي طبيعة التاريخ، ده بقى اللي احنا هنرجع له دايما. التاريخ انت بتقراه بألم شخص منحاز يمين، وممكن تقراه بألم شخص منحاز شمال، وصعب تلاقي التاريخ بألم شخص محايد 100%. ممكن يبقى موضوعي قدر الاستطاعة. عشان كده وانت بتقرا التاريخ او انت بتشوف الفيلم الى اخره، لو سمحت شوف اكتر من رؤية واستطلع اكتر من زاوية عشان انت تكون وجهة نظرك. بابا كان زمان يعلمني حاجة لطيفة جدا، يقول لي مين اللي قال ان اللي كتب الكتاب ده بيفهم احسن منك؟ ايا كان الكتاب وايا كان حجم الكاتب، مين قال انه احسن منك؟ ما تقراش الحاجة باعتبار ان اللي كتبها احسن منك في شيء خالص، لانك كده على طول انت هتعمل تبني تلقائي لوجهة نظر الكاتب. لا، اقرا من غير ما تحط في دماغك ان هو احسن او اقل، اقرا وبعدين نبدأ اشوف زوايا كتير. هنا هتبدأ تكون وجهة نظر. الله يرحمك يا ابويا. مهم، تعال نشوف لقاء لطيف جدا عملته زميلتي هدير ابو زيد مع الفنان رضا البحراوي على هامش مهرجان العالم عالمين، العالمين الجديدة. نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. مكملين مع حضراتكم ومهرجان العالمين ومفاجآت مهرجان العالمين والصوت المصري الطرب الأصيل اللي بيجمع ما بين عمالقة الزمن الجميل رشدي والعزبي اللي قدر بسرعة الصاروخ يدخل قلوب الناس ويعني يحجز مكانه في أرض الشهرة والأضواء. رحبوا معايا بالفنان رضا البحراوي. مساء الخير عليك. مساء النور يا فندم. سعيدة ان انت موجود معانا في مهرجان العالمين والناس منتظراك والحفل سولد اوت والناس جايه تسمع رضا البحراوي. الحمد لله الحمد لله، ده توفيق من عند ربنا الاول وبركه دعاء الوالدين. وانا مبسوط ان انا في مهرجان العالمين، دي حاجه بالنسبه لي كبيره قوي 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 قوي، وكان نفسي فيها بصراحه من زمان ان انا اكون في مهرجان العالمين واشارك معاكم. حضرت ازاي للمهرجان وايه اختلاف اشتراكك في المهرجان غير بقى الافراح؟ وانت بتحب الافراح، بتحب تكون موجود وسط الناس، مهرجان حفله مختلفه. هو مهرجان العالمين جالي توفيق من عند ربنا والحمد لله اشتغلت على نفسي كتير. وموضوع الافراح اشتغلت افراح كتير وحفلات كتير، بس المره دي النهارده يعني المهرجان ده مختلف بالنسبه لي قوي 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 قوي، وحلو بالنسبه لي قوي وانا مبسوط جدا والله. الجمل بتاعتك في الافراح الناس بتفضل تاخدها على السوشيال ميديا وبتعمل ترند والناس حافظاها وهنفضل ابطالها لحد ما نبطل. انا شفت الفيديو بتاع حوده وهو بيعيط وانت حضنه وفضلتوا تغنوا مع بعض طول الفرح لحد ما بقى ضحكته من هنا لحد هنا. انت كل الاعمار ما شاء الله بتحبك، كبير وصغير وكل طبقات المجتمع بتسمعك. الحمد ودي لله. ودي مش حاجه سهله. الحمد لله. رضا البحراوي بيشوف ايه السر ورا النجاح ده؟ السر ورا النجاح اللي انا توفيق برضو من عند ربنا الاول، وانا بحب كل الناس وابيض من جوايا وبحب اتعامل. السفره يا رضا يعني في كتير بس ربنا كتير. وانت طول الوقت بتبعت لهم رسائل في الاغاني. بنفضل نقول احنا ايه بقى ايه ربنا ما شمتهم فينا. ايوه اللي حاطين عينيهم علينا. بس الجمل دي كلها بتبقى ارتجاليه يعني ارتجاليه على الاستديو. على الاستديو. عايزه كمان اتكلم معاك على تترات المسلسلات واغنيه فيلم البعبع ومكسره الدنيا دي دي وبينك وبين مسلم. مسلم طبعا محترم، حد محترم مسلم ومطرب كويس جدا، وانا مبسوط ان انا شاركت مع مسلم ومبسوط ان انا شاركت مع الاستاذ امير كراره ولفينا الدنيا. ولفينا الدنيا والاغنيه كسرت الدنيا وعملت ترند لحد النهارده الحمد لله. حكايتك ايه مع التترات؟ انت ابتديت مع تتر هوجن استاذ محمد عادل امام. استاذ محمد عادل امام يعني هفضل من هنا لحد اخر عمري هفضل اشكر فيه،
بوجه له تحيه برضه الاستاذ محمد عادل امام، هو سبب السعد عليا. و بتتفائل بيه؟ انا الاستاذ طارق عبد الستار طبعا سبب السعد عليا كتير، وبشكر اخويا السيد البحراوي مدير اعمالي، وبشكر استاذ احمد جلال برضه مدير اعمالي، كلهم اخواتي وحبايبي. بيساعدوك في اختيارات الاغاني؟ كل حاجه. بتعمل ايه؟ بتختار الاغاني ازاي؟ عندك معايير معينه وانت بتختار اغانيك؟ لا، ما بختارش لوحدي. انا مثلا اغنيه تجيلي مثلا بقعد في البيت، انا من النوع ان انا بحب البيت قوي، ما بحبش اخرج، ما بحبش اسهر كده، فبقعد في البيت مثلا لازم اسمع السيد، اسمع حد يعني. طب والولاد حد بيسمع معاك؟ انا عارفه ما شاء الله ان انت عندك انا عندي مالك. عندي مالك وعندي 8 ولاد الحمد لله. مالك بيغني صوته كويس. عنده كام سنه؟ بيغني مالك زيك من وهو عنده 8 سنين؟ مالك بيغني زيه وعنده 8 سنين. وبتاخده معاك في الحفلات؟ مش كتير يعني. طب وانت شايف ان هو ممكن يبقى زي رضا البحراوي؟ تشجعه ازاي؟ ده بتاع ربنا. بتاع ربنا، ده كل ده بتاع ربنا. طب رضا البحراوي محضر ايه جديد؟ ان شاء الله في اغنيه جديده عن الصحاب، بس زي صاحبك ده من بختك وكده. صاحبك ده من بختك، احمد طارق يحيى. وفي ستايل تاني اللي هو فيها عتب شويه كده على الصحاب، بتاع يعني انه اللي حكى لك عني وانت صدقته. لا ديرتي جالي برضو كانت على الاستديو، كنت بقولها على الاستديو. يعني انت ما بيبقاش في دماغك ان انت بتبعت رسائل للناس في الاغاني؟ لا 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 خالص، ما بعتش رسائل للناس ولا كده، بس هو يعني موضوع افيه بيعجبني بقوله، بطلع على الستيج بتلاقيني قايله على طول. وده التلقائيه دي انا شايفاها سبب في دخولك قلوب الناس بسرعه الصاروخ ما شاء الله. الحمد لله. اصل الموضوع دي اسمها اشعارات. في حد لبناني ولبنان كلها كده، فانا قلت اعمل الشعارات دي في مصر يبقى زينا زي لبنان. وهو لون خاص برضا البحراوي. لون كويس وجاي مع الناس. لو لقيته مش جاي مع الناس مش هقوله خالص، مش هتكمل فيه. وبعدين اي شعار بقوله ما فيهوش ولا اسفاف ولا. انت محافظ على مساله انه طرب شعبي اصيل، لكن في نفس الوقت بشكل ايقاعي لازم امشي تبع حديث. المود امشي تبع المود. انا مش دلوقتي ما بقتش بخاطب فئه معينه بس. بخاطب فئة كويسة، وبخاطب برضو الشعبي، وبخاطب هنا وهنا كل الناس. كل الناس. أنا ببارك لك على اشتراكك في المهرجان، ومتشرفة أن أنت موجود معنا النهاردة. أنا مبسوط جدا أن أنا معاك. تكسر الدنيا على المسرح، الناس في انتظارك. يا رب. ومهرجان العالمين، ويعني متنورين برضا البحر. يا رب يخليك يا رب. شكرا جزيلا، نورتنا وأسعدتنا حبيبتي. ربنا يخليك. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا اظن كلنا عارفين وشايفين من وقت للتاني في هناك العديد من الاثار المصرية بيتم استعادتها، وفي لجنة كبيرة لاستعادة هذه الاثار، وفي حاجات كتير بدأت ترجع بالفعل. بس يمكن زي ما نقولك كده ايه، في حاجات بنعتبرها من ضمن درر التاج زي ما بيتقال كده، او من ضمن جواهر التاج. حجر رشيد، الجماعة البريطانيين خدوا حجر رشيد عندهم ليه؟ ما اعرفش. وبعدين انا افهم طبعا انه اي دولة في العالم عندها قطعة بهذه الاهمية اكيد هتفضل مثبتة فيها. جهود كبيرة جدا بتبذل لاستعادة هذا الحجر وعودته الى مصر سالما غانما. حاجتي موجودة برا ليه؟ طيب، في محاولات لو صح التعبير ما بين قوسين إلكترونية لاستعادة حجر رشيد لمصر بعد سنين طويلة من وضعه في المتحف البريطاني. متخصصين ومثقفين ومهتمين بيوقعوا على وثيقة لإعادة هذا الأصل المصري بامتياز، ولا زال التوقيع مستمرا. خلوني أخد معايا على التليفون دكتور علي أبو تشيش، خبير الأثار المصرية وعضو اتحاد الأثريين العرب. أهلا بيك. أهلا بحضرتك دكتور. عامل إيه يا دكتور؟ أهلا بكل مشاهدينا. وحشنا قد الدنيا. وانت كمان وحشني جدا والله. طمني على البيتيشن او العريضه الالكترونيه اللي بتتعمل لاستعاده يعني الحجر. احنا بنشكر حضرتك انك يعني كنت مع حضرتك مره وتشرفت بوجود حضرتك، وحضرتك وقعت على الوثيقه اللي حضرتك تفتكر وصلنا دلوقتي ل 250 الف الوثيقه الشعبيه. هايل. فبنطمح ان نوصل لحد مليون عشان نقدر نعمل ضغط شعبي على المتاحف زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان المتحف البريطاني مثبت، لان حجر رشيد زي ما حضرتك عارف اكتشف في مدينة رشيد اللي هي تسمت رشيد بعد كده 1799 في قرية سان جوليان، وبعد كده
البريطانيين زي ما حضرتك عارف اخذوك غنيمه حرب الفرنسيين بعد هزيمه الفرنسيين. فطبعا يعني احنا الوثيقه الشعبيه زي ما حضرتك عارف احنا ماشيين فيها، لكن في وثيقه ثانيه اتعملت ان هم قالوا ان احنا مش هنقدر بالوثيقه الشعبيه نرجع الحجر، فلازم نعمل وثيقه لازم تتوقع من 100,000 واحد عشان تروح مجلس العموم البريطاني، واللي وقع عليها العرب اللي قاعدين في بريطانيا او اصحاب الجنسيات الانجليزيه. فالوثيقه دي وصلت ل 4,500، فالمفروض ان احنا ماشيين في الاتجاهين يعني. جميل. طب هل الوثيقة الأخرى ممكن تبقى أو الوثيقة بتاعت العرب والمصريين المقيمين أو أصحاب الجنسيات البريطانية من الممكن أنها تبقى أقوى من الوثيقة الشعبية؟ هل زي ما حضرتك قلت أقوى عشان هم القانون لازم يتغير، هم قالوا مش هنقدر نرجع الحجة الرشيد ده إلا إذا اتغير القانون، فالقانون لازم يتغير في مجلس العموم البريطاني، فلازم عشان يتقدم الطلب يكون مقدم 100,000 واحد من العرب المقيمين اصحاب الجنسيات او الانجليز، فده هيبقى برضو بمثابه حاجه كويسه جدا جدا لو اتغير القانون، عشان هم مش هيسمحوا ان هم يرجعوا الحجر الا بالطريقه دي. طب دكتور، هنا برضو ممكن يجي على بالي سؤال اخر متعلق باعضاء مجلس العموم البريطاني النواب، في منهم من اصول عربيه، وما اظنش انا مش ما عنديش يعني يقين إذا كان في حد من أصول مصرية ولا لا، بس هل من الممكن التواصل مع بعض هؤلاء الأعضاء اللي هم من أصول عربية، وإذا كان في منهم مصريين، بس أنا عارف إنه في كمان مصريين أعضاء في الحزب الحاكم حزب المحافظين، بل أنهم من كبار أعضاء حزب المحافظين، هل من الممكن أن احنا نعمل لوبي زي ما بيتقال لتقديم هذا التعديل التشريعي أمام مجلس العموم البريطاني بحيث أن احنا نقدر نستعيد هذه القطعة؟ يا ريت من خلال منبر حضرتك المحترم وتأثير حضرتك أن البيتيشن ده حضرتك تعرضه والناس تقدر توقع. أنا بقول لحضرتك وصل 4,500 وده رقم كويس يعني، بس احنا عايزين كل مدى ان احنا ننشط وان احنا نعلن كل مدى، ونبعت لي لو حضرتك مثلا اكيد حتى تعرف تتواصل مع حد هناك او العرب المقيمين او الانجليز بدأوا يوقعوا، لان زي ما حضرتك عارف الرئيس الفرنسي ماكرون قالت ان اثار افريقيا كلها طلعت عن طريق الاستعمار ولازم نرد الاثار دي. صحيح. احنا عايزين يعني مش عايزين كل الاثار زي ما حضرتك عارف، احنا عايزين القطع الهامه اللي هو حجر رشيد، الزودياك في اللوفر، راسي سكيتي، تمثال عن خخاف، الحاجات الفريدة اللي عشان تتعرض في المتحف المصري الكبير اللي هو أعظم وأهم مشروع ثقافي في القرن 21، لأن طيب. الحجر ده مهم جدا 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 لأنه بيمثل الهوية المصرية اللي اتفك من خلاله رموز حجر رشيد اللي نورت والحجر بدأ يتكلم وبدأنا نعرف التاريخ بتاعنا هو إيه. صحيح. طب دكتور علي، علشان أنا عايز أساعد في أن احنا نروج لهذه الوثيقة الموازية اللي هي متعلقة بأصحاب الجنسيات البريطانية من أصول مصرية وعربية، إيه الموقع اللي ندخل عليه وبناء عليه نبدأ نشتغل أكتر على أنه لو في حد مننا عنده معارف من المصريين أو العرب أصحاب الجنسيات البريطانية نبعت لهم اللينك ونقول لهم هو ده وحاولوا توقعوا عليه وما إلى ذلك؟ هي مع الأستاذة مي عند حضرتك، وأنا هبعتها لحضرتك برضو. أوكي. ويعني وإحنا عارضين منها على الشاشة. اتفضل يا فندم. احنا عرضناها اهو، خلاص عرضناها على الشاشه. جميل. يا ريت والله، ان هو ده البيتيشن، واحنا دلوقتي 4,500 حوالي، فيا ريت لو الناس اللي هي في بريطانيا تكون سمعانا ومجلس العموم البريطاني نقدر ان احنا نوصل ل 100,000، فبالتالي نقدر ندخل هذه الوثيقه بال 100,000 توقيع لمجلس العموم البريطاني ويتوافق ان احنا بالتالي نقدر نرجع نعدل القانون ويرجع حجر رشيد، وتكون دي خطوة مهمة جدا جدا لاسترجاع الهوية المصرية ورجوع حجر رشيد يزين المتحف الكبير. ان شاء الله قريب هيكون افتتاح عظيم جدا جدا. طيب، وانا استأذنك ابعتها لي على تليفوني وانا هحاول ان انا اتصل ببعض الشخصيات المصرية البارزة في بريطانيا واللي هم عندهم جنسيات بريطانية، بحيث ان احنا نشوف ايه اللي ممكن نعمله لتشكيل هذا الضغط المتاح والقانوني والدستوري وما الى ذلك، يعني عشان نقدر نستعيد هذه القطعة الهامة جدا بالنسبة لنا.
تعالى يا فندم بنظر حضرتك، وانا انتظر حضرتك برضو الوعود بتاعت حضرتك في سقاره تيجي تنورنا طبعا تشوف الشغل اللي احنا عاملينه. هاجي بس بيني وبينك انا تراجعت بسبب الحر، سني كبر ما بقتش استحمل الموجات الحاره دي. لا يا فندم كلك شباب وان شاء الله تنورنا. ربنا يخليك يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور علي ابو تشيش خبير الاثار المصريه وعضو اتحاد الاثريين. حجر رشيد واحد من اهم القطع الاثريه في العالم ان لم يكن اهمها، ده اللي فك رموز اللغة المصرية القديمة. اللي خدوا مننا قطع زمان بالعافية زي ما بيتقال، أظن آن الأوان إن احنا نستعيدها بالقانون، وده اللي احنا هنعمله. كل واحد فينا يقدر يعمل حاجة. هتلاقي مننا البعض ليهم معارف، أصدقاء، رفاق، زملاء قدام في الجامعة، رفاق عمل يعني على مشوار طويل حاصلين على الجنسية البريطانية. تعالوا نروج لده، وبالتأكيد هم مش محتاجين المزيد من الإقناع، يمكن ما يكونش عندهم بس المعلومة ازاي يقدر يوقع على عريضة بهذا الشكل. زي ما احنا عارفين وزي ما كنا بنتكلم مع الدكتور علي أبو تشيش، هناك الوثيقة الشعبية البيتيشن اللي اتعملت، ودي تعدت 250,000 بالفعل. عندنا وثيقة أخرى ده اللي مطلوب توقيعها من أصحاب الجنسيات البريطانية، بحيث انه يبقى في رد فعل لدى مجلس العموم البريطاني حول هذا الموضوع. لو جه حجر رشيد زي ما بيتقال كده الفتلة هتكر، لأنه ساعتها هنبقى عرفنا الطريق وهنعرف نكمل. تعال اخدك ونرجع مرة تانية على جمهورية مصر العربية وساحلها الشمالي الغربي الرائع، وتحديدا أنا أشوفها أنها عاصمة المتوسط الجديدة، العلمين الجديدة، مهرجان العالم عالمين، واللي لسه مستمر فيه فعالياته الاستثنائية. هذا الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، حدث ترفيهي كبير على مستوى البحر المتوسط كله مش بس المنطقة العربية. إيه اللي لسه بيحصل هناك؟ زميلي العزيز كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري منور يا كريم، قول لنا إيه اللي بيحصل عندك يا يوسف. ازيك، اخبارك ايه؟ ويعني بمسي عليك وعلى جميع مشاهدين برنامج التاسعة والقناة الاولى المصرية. فعلا يا يوسف، يعني انت كلامك حقيقي حقيقي ما خلفش عن الواقع اللي احنا شايفينه. انت لما قلت هي بقت عاصمة المتوسط، ده حقيقي. البحر الابيض المتوسط الحقيقة انه كل من هو حول هذا البحر الحقيقة قرر ان هو يجي مدينة العالمين الجديدة بعد ما تحولت تحول مبهر وتحول كبير جدا جدا. دايما كنا بنسمع واللي قدر يجي العالمين زمان قد ايه هي كانت مدينة غير امنة، قد ايه كانت مدينة يعني فيها مليانة الغام بسبب الحروب والاماكن والحاجات الكتيرة اللي عدت بيها مدينة العالمين. دلوقتي الانظار كلها متوجهة لمدينة العالمين، خصوصا بعد المهرجان اللي ساب اصداء كبيرة جدا جدا جدا، والحقيقة ساب الاصداء دي جوه هنا في مصر محليا وعالميا. شفنا الحقيقة هنا مصريين من كل حتة موجودين، شفنا اخواتنا العرب موجودين، شفنا اجانب الحقيقة من بلاد كتيرة جدا قابلتهم بنفسي واتكلمت معاهم موجودين هنا في العالمين الجديدة. وقد ايه هم كان مقسمين نصين، النص الاول ان هو ازاي شافوا الدعايه والانبهار اللي حصل ليه المهرجان وجوه مخصوص يشوفوا الكلام ده حقيقي ولا لا، والجزء الاخر اللي كان بيقرا تاريخ ويسمع عن العالمين وحروب العالمين يا ترى هل دي فعلا هي نفس الصوره. الحقيقه كمان انه الحفلات اللي كانت موجوده خلال الايام اللي فاتت والنشاطات الرياضيه هي خير دليل على الكلام ده. حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفل غنائي لبهاء سلطان، كارول سماحه، فرق ثانيه، مسار اجباري، رضا البحراوي، عديد من الحفلات الكتيره جدا كان ليها حضور من كل الفئات العمرية الحقيقة، يعني من الكبار، من أسر موجودة، شباب صغيرين موجودة، ناس كتيرة جدا كانت بتيجي مخصوص، كان في زخم وزحمة كتير 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 حقيقة هنا في العالمين. يمكن كمان الناس كانت قلقانة تيجي العالمين شوية عشان كانت بتقول إنه دلوقتي في شهر 8 في عز الشمس وشديدة الحرارة، وفعلا الدنيا كانت حر جدا في البداية خالص. لكن أنا عايز أقول لك يوسف إن أنا محظوظ، يمكن أنا موجود اليومين دول فعلا الجو ونسمته جميلة جدا، في هواء رائع من عند ربنا سبحان الله. يعني الحقيقه انه الصبح الشمس ما هياش بالقوه يعني والحراره الشديده الناس متخيلها، ناس تقدر تنزل تيجي البحر تقعد براحتها سواء الشواطئ العامه اللي احنا شفناها او حتى الشواطئ الثانيه اللي موجوده في العالمين الجديده. بالليل هنا على الكورنيش بقى الجو حاجه ثانيه خالص الحقيقه، يعني انا بكلمك دلوقتي مش حدش مصدق ان انا موجود في الصيف فعلا. الهواء قوي جدا، جميل، نسمته جميله جدا، الناس كلها ماشيه هنا على الكورنيش الحقيقه، يعني شباب موجودين، اطفال موجودين، اسر موجودين، كله جاي بيستمتع باوقاته. فدي كان المميز الحقيقه المهرجان
مقتصرش بس على الحفلات اللي احنا بنشوفها، لكن كمان الكورنيش اللي تم تطويره بشكل كبير جدا بقى مبهج بالاضاءه المختلفه، بالزرع اللي موجود، بالنخل اللي موجود، باماكن الجلوس اللي موجوده، كل حاجه موجوده الحقيقه هنا في العالمين الجديده. بجانب ده كمان حقيقه يوسف كان في كمان نظره مختلفه للعالمين بعد التطوير. هي الحقيقه طبيعه العالمين هي طبيعه شاطئيه، فبالتالي الالعاب الشاطئيه بقى ليها دور مهم جدا، من اهمها الحقيقه كان في لعبه السباق الثلاثي اللي هو عن طريق ركوب درجات، يركبوا العجل وينزلوا البحر يعوموا، وكمان يجروا مسافات معينه 100 متر 300 متر او كيلو او 2 كيلو بتختلف. الحقيقه دي كانت مستمره لمده يومين امبارح والنهارده، وكان فيها برضو عليها اقبال كبير جدا جدا جدا. وبجانب ده كمان الحقيقه انه اللي حابب يجي العالمين حتى لو ما قدرش يحجز التذاكر الخاصه بالحفلات، ما قدرش يحضر البطولات دي، ممكن يجي ويتفرج على الحفلات دي في الشاشات اللي موجوده هنا على الكورنيش. في شاشتين موجودين الحقيقه الناس تيجي تقدر تتفرج عليها. كمان الحقيقه الاطفال ليهم دور، يعني الاسره لما تيجي مش تبقى لوحدها، لا الشباب هيبقوا قاعدين، اللي عايز يستمتع بالحفله، اللي عايز يستمتع بالبحر، اللي عايز يستمتع باي نوع من انواع السياحه، لكن كمان الحقيقه الاسره هتيجي تلاقي اماكن للاطفال، يعني في مسارات معينه جوه الكورنيش اللي يجي يتمشى يبص كده على الارض يلاقي مكان معين مرسوم عليه للدرجات، اللي عايز يجي يركب بالعجل ويتحرك بالعجل. ودلوقتي طبعا الترند الجديد الباتيناج مالي الدنيا، الاطفال والشباب والكور كله بيركب باتيناج والسكوتر الكهربائي، كل ده موجود الحقيقه على الكورنيش. فالمنظر مبهج، الجو جميل جدا جدا، الرؤيه اختلفت خالص الحقيقه في العالمين الجديده هنا يا يوسف. لا دي حاجه عظيمه جدا. اولا خليني اشكرك الاول يا كريم على يعني هذا المجهود، بس في نفس الوقت يا بختك برضو انت قاعد في مكان من اجمل المدن اللي في البحر المتوسط بالكامل. كل الشكر زميل العزيز كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديده. عايز تشوف العالمين فين؟ اقول لك انا مثلا امبارح كنت بتفرج في التلفزيون على الحفله بتاعه محمد منير. طبعا محمد منير بالنسبه لي انا حاجه تانية خالص، ده الكينج يا جدعان. ودايما نقول كده، بص كل المطربين ليهم جمهور، محمد منير له شعوب اجيال. لما تيجي تتفرج بقى على الحفله ركز، اول ما الكاميرا تبدا تبعد عن منير وتشوف الناس الجمهور اللي موجودين دول وواقفين، يعني عشرات الالاف واقفين علشان منير. ركز بقى في الوشوش، مصريين من كل الشرائح، مصريين عاديين، يعني مش بقى اللي هو ايه العالمين بتاعه الاغنياء، العالمين بتاعه كل المصريين، وفي نفس الوقت في اطار منظم، وفي اطار انا بحبش كلمه قبول، اللي مش بحبش كلمه قبول دي، في النهاية خلاص هو احنا مصريين مع بعض، احنا هنقبل بعض، يعني ما احنا طبعا قابلين بعض لان احنا جزء واحد، نسيج واحد غير قابل للتجزؤ بالاساس. العالمين جمالها وروعتها وحلاوتها وتحفتها انها بتفكرك باسكندرية مثلا زمان من 30 40 50 سنة كمان. اسكندرية بتاعت الكل، الكل رايح يصيف في اسكندريه بشواطئها الجميله الرائعه من اول المعموره لحد ما توصل للعجمي على ايامنا، يعني ما كانش لسه بقى ظهر الحاجات الجديده اللي هي بيسموها الساحل الشمالي دلوقتي. فاسكندريه كانت للكل، راس البر كانت للكل، وهكذا، دي بورسعيد كانت للكل، وهكذا. دي حلاوه العالمين. اذا كنت تحدثت في اول حلقه عن التموضع السياسي وان ازاي العالمين بقت كمان قبلة سياسة، لا ده العالمين عمليا قبلة سياحية مذهلة وللكل، وده تموضع سياحي. في حاجة اسمها مشروع جنرال مارشال اتعمل زمان بعد الحرب العالمية الثانية، ومارشال ده كان قائد أركان الـ 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 الجيش الأمريكي. فاتعمل مشروع جنرال مارشال ده لإعادة بناء وإحياء المدن الأوروبية الغربية التي تم تدميرها، ولا مدينة فيهم كان فيها الوضع بتاع العالمين. العالمين دي كانوا يسموها زمان، يقولك عليها كده حدائق الشيطان. ليه؟ لأنها من البحر لحد عمق الصحراء مزروع، ده حد يقولك حتى الجملة بتاعتنا يقولك متلغم، هي كانت متلغمة، مزروعة بالألغام، ألغام الحلفاء على ألغام المحور، ما ينفعش تعدي، تخاف، يدوب على قد الطريق الأسفلت، وكل سنة وانت طيبين. مصر من غير جنرال مارشال، من غير حد، مصر بالمصريين بس، عملت مدينة مليونية شديدة الضخامة من البحر لحد عمق الصحراء، مدينة بتاعت الكل،
مدينة فيها إسكان اجتماعي وإسكان متوسط وفوق متوسط وفاخر وفوق الفاخر، مدينة فيها مهرجانات للسينما وللرياضة وللموسيقى وللطرب، مدينة لكل المصريين، ومن غير ولا جنرال مارشال ولا يحزنون، بفلوس وإيدين وعقل وإخلاص المصريين. دي مصر اللي بدأت في 2014 من أول وجديد، دي الجمهورية الجديدة. بقول لكم إيه، إحنا مش هنبعد عن العالمين، لأن إحنا هنروح للقاء عملته أيضا زميلتي العزيزة هدير أبو زيد مع الفنان مسلم على هامش مهرجان العالمين الجديدة، بعدها فاصل، وبعد كده بقى نروح لفقرتنا الرئيسية ونتكلم على حتة من أغلى المدن أو الأماكن المصرية، سينا اللي رجعت كاملة لينا. استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم وحفلات مهرجان العالمين في نسخته الأولى، والنهاردة يعني مع الصوت الشاب للحقيقة حقق شعبية كبيرة جدا وشهرة كبيرة في وقت مش كبير، جمهوره بيعتبره صاحب طيار مختلف وجديد في الأغنية الرومانسية. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي الفنان مسلم اللي حاضر وبقوة النهاردة في مهرجان العالمين في نسخته الأولى. أهلا بيك ومنور العالمين. فرصة سعيدة، مبسوط جدا أنا موجود النهاردة. انطباعاتك الأولى عن مدينة العالمين وعن مهرجان العالمين وأنت لسه جاي من تونس، كان عندك حفلة هناك؟ والله مبسوط جدا بتجهيزاته، مبسوط أن ده موجود عندنا في مصر، ان الاهتمام ده انصب على الصناعه بتاعتنا ونقدر نقدم وننافس الدول العربيه كلها، لان في توجه عام بصناعه المهرجانات وصناعه الحفلات اللي على مستوى عالي، فمبسوط جدا ان ده موجود عندنا في مصر. ازاي شايف النوع ده من الحفلات والمهرجانات الغنائيه يخدم مكان جديد زي العالمين سياحيا؟ اكيد هيخدم، لانه العالمين عامه بتستقطب فئه كبيره جدا من الشعب المصري ومن خارج مصر ومن السواح وما الى ذلك، فالموضوع هيبقى لطيف جدا، اتمنى يكون موفق. مسلم بيشوف نفسه واصل لكل الاجيال ولا الشباب ولا المراهقين؟ والله لسه قبل شويه وانا جاي في العربيه كنت بتشيك كده، لان انا بتابع، لان انا الباك جراوند بتاعتي مهندس، فانا بفهم جدا في الارقام، فكنت ببص دايما. ولسه بتشتغل مهندس ولا خلاص؟ فبتابع جدا الارقام، بستدل منها عن حاجات ممكن تفيدني يعني، فببص على الفئه العمريه اللي بتسمعني، لقيت ان انا موجود الحمد لله في شريحه كبيره جدا بتسمعني من جميع الاعمار، فده بصراحه بسطني الحمد لله. اتنسيت عملت 200 مليون مشاهده تقريبا؟ لا خالص، 450. 450 الرقم ده كان بالنسبه لك ايه وانت يعني كان عندك تخيل ان ده ممكن يحصل مع الاغنيه دي؟ والله صراحه لا، لاني انسان واقعي جدا، والفتره اللي رجعت فيها، لان انا بدات 2011 اول تواجد ليا على بالتواريخ على السوشيال ميديا وعلى المنصات اليوتيوب بتاعي 2016، فكنت من 2016 لغايه 2019 بنزل اغاني وبحاول اني اشوف هويتي الفنيه يعني، وجيت 2019 بعد وفاة والدي اعتزلت وشلت كل شغلي، فكنت راجع تاني. ده كان سبب الاعتزال بالظبط. فقعدت سنتين في البيت، وبعدين رجعت تاني قبل اتنسيت في ما عادش باقي نزلت، كنت بحاول اشوف منها، لان انا زي ما قلت لك انسان واقعي جدا، ما مهندسين بيحسبوها كويس. بالحسبه بالورقه والقلم، فكان تفكيري وقتها وقت ما نزلت ما عادش باقي اول اغنيه بعد رجوعي يعني، ان انا محتاج اشوف الناس اللي كانت بتسمعني قبل كده لسه موجوده ولا لا، لان الصناعه بتاعتنا عامه فيها تشتت كبير جدا، كل شويه واحد بيطلع وبعدين بينزل، فانك تلاقي حد بيسمعك وبيحبك وبيامن بيك وهيستناك، دي كانت صعبه. فلما نزلت ما عادش باقي، لا لقيت ان الموضوع لذيذ. بعدها نزلت اول فيديو كليب اللي هو قبل ما اصلك، برضو لقيت الفيدباك حلو جدا، كانت بدات وقتها افتكر كانت وصلت 5 مليون، دلوقتي 35 ان شاء الله يعني ما شاء الله. بعدها بقى كانت اتنسيت وكل اللي في قلبي الاغنيتين في المعرض. طب محضر ايه للناس النهارده في المهرجان؟ ومهرجان العالمين فيه مفاجآت كتير على الستيج على طول، انت محضر ايه النهارده لجمهورك؟ والله للاسف ما سعفنيش الوقت ان انا احضر كويس للحفله يعني، انا جاي اصلا بقالي 3 ايام ما نمتش،
من تونس، كان عندي مهرجان الحمامات الدولي. فلأول مرة زيارة ليا في تونس وكنت مبسوط جدا، فللأسف ما ساعفنيش الوقت، لأن أنا دايما معود الناس اللي بتحضر لي حفلات إن في حاجة جديدة. أوقات بيبقى في موال مثلا ممكن أنا اللي كاتبه وملحنه وبغنيه في الحفلة، ده زي إيه، زي رزق اللي بيحضر يعني. فاهم قصدي؟ فللأسف الحفلة دي حتى التنظيم بتاعها بالمسطرة يعني، فهماني؟ فكل حاجة على القد، فهنغني كل الأغاني اللي عندنا بإذن الله. وفي أغاني جديدة نزلت ما كانتش اتغنت قبل كده في حفلات في مصر، فهتتغنى بإذن الله النهاردة يا رب. إن شاء الله جود لك، وإحنا مبسوطين إحنا كنا معاك في الباك ستيج قبل ما تطلع على ستيج. إن شاء الله يعني تكسر الدنيا مسلم. شكرا جزيلا ونورت العالمين. شكرا جزيلا.